بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية. النهاردة الحصة النهائية أو المراجعة النهائية ليلة الامتحان اللي هنقدمه النهاردة على منصة البث المباشر. طبعا احنا بدأنا مراجعات من فترة طويلة، والنهاردة المراجعة رقم 10 بالنسبة للمراجعة النهائية لأولى سنة. طبعا أبنائي وبناتي اللي عايزين يتابعوا أو يعرفوا أو يطلعوا على بقية الحلقات هتلاقوها على قناة اليوتيوب الخاصة بمنصة البث المباشر، وأنا سايبة لكم رابط على الشات في جميع الحلقات سواء الشرح أو المراجعات. نبدأ ونقول بسم الله. أبنائي وبناتي متعودين معايا على الخريطة الزمنية أو الخط الزمني، واتكلمنا عنه باستفاضة، وإن شاء الله لو في أسئلة خاصة بيه هنرجع له ونشوف الإجابة منه. طيب النهاردة هنبدأ كده مراجعتنا، مراجعة ليلة الامتحان بسؤال مقال. سؤال احنا عارفين طبعا الامتحان هيجينا أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال مقالي في حصتنا النهاردة بيقول: يقول العالم الجغرافي المصري دكتور جمال حمدان، مصر الوحيدة التي يقترب عندها أطول بحرين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط. في ضوء هذه المقولة استنتج أوجه استفادة مصر من ذلك في تاريخها القديم. هنا سؤال مقالي جايب لي عبارة للدكتور جمال حمدان خاصة بموقع مصر وما يحدها من حدود طبيعية اللي هو البحر الأحمر والمتوسط، وبيقول استنتج مصر استفادت من خلال وجودها أو إطلالها على البحرين دول بإيه عبر تاريخها في العصور في التاريخ القديم أو في التاريخ الفرعوني. شوفوا أبناء وبناتي، إحنا السؤال ده ممكن يجيلي على أكتر من وجه وأكتر من صورة. ممكن يجيلك بالصورة الأساسية دي اللي هي إيه، يقول لك استنتج أوجه استفادة مصر من ذلك في تاريخها القديم. أنت بقى هتقعد تجيب أوجه استفادة مصر في تاريخها اللي هو في تاريخها القديم أو في العصور الفرعونية، يعني عصر الأسرات، وهتجيب بقى مراحل التطور. ممكن يجي لك السؤال ده ويحدد لك فترة زمنية معينة، يقول لك استنتج أوجه استفادة مصر من ذلك مثلا في العصور الوسطى، أسفة في الدولة الوسطى، في الدولة الوسطى. ممكن يقول لك أوجه استفادة مصر في الدولة الحديثة. تمام، يعني ممكن يجي لك السؤال ده مفتوح زي اللي أنا جايبه لك ده، وممكن يحدد لك أسرة معينة ويقول لك استفادة مصر منها بإيه في الأسرة دي. طب تعالى نشوف الإجابة عشان تتضح معنى السؤال وأنا أقصد بإيه. الإجابة هنا عندي لو جالي السؤال بهذا الشكل مفتوح يقول لي استنتج أوجه استفادة مصر في تاريخها القديم، يعني محددش فترة زمنية أو عصر دولة معينة أتكلم فيه، فأنا هبدأ أسرد أوجه استفادة مصر من خلال اقترابها لأكبر أو أطول بحرين عبر تاريخها القديم. بنقول في عصر الدولة الوسطى، اللي هي الدولة الوسطى اللي هي من كام لكام يا شباب؟ مين يفتكر لي؟ من الأسرة 11 للأسرة 12. تمام؟ في عصر الدولة الوسطى يعني من الأسرة 11 للأسرة 12 قام الملك سنوسرت الثالث بربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة سيزوستريس. ليه؟ قال لي لتنشيط التجارة مع بلاد بونت وجزر البحر المتوسط. ده كلام ده امتى؟ في عصر الدولة الوسطى، يعني الأسرة الكام؟ أسرة 11 للأسرة 12. طيب أما في عصر الدولة الحديثة اللي هي من كام لكام يا شباب؟ الدولة الحديثة من كام لكام؟ برافو عليك أبنائي وبناتي اللي بيذاكروا على الخط الزمني، شاطرين هيطلعوا لي الإجابة على طول. الدولة الحديثة من الأسرة 18 للأسرة 20. قامت الملكة حتشبسوت برحلة بحرية كبرى إلى بلاد بونت عن طريق البحر الأحمر. يبقى دي وجه استفادة من ملوك الدولة الحديثة، قامت بمين؟ الملكة حتشبسوت. يبقى الدولة الوسطى
الملك سنوسرت الثالث، في الدولة الحديثة الملكة حتشبسوت. طيب وفي العصر المتأخر، عندي في العصر المتأخر اللي هو من كام لكام، نفتكر كده، نفتكر الخط الزمني. أيوة العصر المتأخر من الأسرة 21 لحد الأسرة كام يا شباب؟ لحد الأسرة 30. طيب لما أقول الملك نخاوي الثاني أقصد أنه أسرة؟ من عندي العصر المتأخر كان من 21 ل 30، أنه أسرة؟ لما أقول نخاوي الثاني أعرف على طول إن أنا أقصد فيها الأسرة 26. قام الملك نخاوي الثاني بأول محاولة في تاريخ الإنسانية للدوران حول أفريقيا، واللي بدأت من خليج السويس وأكملت طريقها في البحر الأحمر حتى عادت عن طريق مضيق جبل طارق بالبحر المتوسط. شايفين يا أولاد الإجابة عاملة إزاي؟ الإجابة فيها تتبع، تتبع لأوجه استفادة مصر من اقترابها لأطول بحرين اللي هم البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر تاريخها في العصور أو في العصور القديمة أو في عصر في العصر الفرعوني. شايفين؟ فاحنا عملنا تتبع في الدولة الوسطى والحديثة والمتأخرة. ممكن يجي لك السؤال ده ويخصص لك جزء واحد بس، يخصص لك فترة زمنية، يقول لك ايه، استنتج أوجه استفادة مصر في عصر الدولة الوسطى، استفادة مصر من إطلالها على البحرين دول، أو يقول لك أوجه استفادة مصر في عصر الدولة الحديثة، تمام؟ أو يقول لك أوجه استفادة مصر من ذلك في العصر المتأخر. أو ممكن يجي لك سؤال كبير زي ده وانت بقى تبدأ تتتبع استفادة مصر في ذلك الوقت عبر تاريخها، تمام يا شباب؟ طيب يبقى كده عرفنا نجاوب ازاي. انا عاوزاكوا ان احنا نفهم السؤال كويس علشان تبقى اجابتنا اجابة في محلها، تمام؟ طيب ناخد بقى السؤال موضوعي، واللي ضعف او ضعفت البلاد واضطراب، ضعف البلاد واضطراب احوالها يؤدي الى طمع الاعداء فيها. دي مقولة او عبارة؟ العبارة السابقة تنطبق على اي من الاسرات؟ ضع، أنا بتكلم دلوقتي على فترة ضعف، ضعف واضطراب. الأبناء وبناتي المذاكرين على الخط الزمني اللي أنا بجيبه لكم في بداية السيشن وأنا فرقته لكم دلوقتي، هيقول لي الأسرة واحد واثنين ده العصر العتيق، ده عصر يعني بداية الأسرات، العصر العتيق كانت فيها قوة، ثلاثة ستة دي الدولة القديمة، طيب عصر بنات الأهرام، طيب القصة 13 ل 17 ده غزو الهكسوس، ده عصر الانتقال الثاني. أما 18 ل 20 طبعا دي الدولة الحديثة، عصر المجد الحديث. يبقى أنا عندي تنطبق هذه العبارة على القصة 13 ل 17 عندما غزا الهكسوس مصر، عندما انتهزوا فرصة الفوضى والضعف اللي كانت تعاني منها مصر في أواخر الدولة الوسطى، تمام يا شباب؟ يبقى الخط الزمني مهم جدا جدا، والمذاكرة عليها هتفيدنا كتير جدا في أسئلة زي دي، تمام يا شباب؟ كمان سؤال، كان بناء الملك نعرمر لمدينة منف لتحقيق أهداف الملك نعرمر أو الملك مينا ينتمي إلى أي عصر؟ ينتمي إلى أي أسرة؟ لسه قايلينها دلوقتي، العصر بداية الأسرات، العصر العتيق، الأسرة الأولى والثانية، هو اللي عمل الوحدة التاريخية الثانية. طيب لما واحد يعيد الوحدة التاريخية ويقبض بزمام الأمور ويعمل وحدة مركزية وتستمر آلاف السنين، يبقى المدينة العاصمة بتاعته كانت تحقيق أسباب، هل في هذا الوقت كانت ممكن تبقى أهداف اقتصادية ولا أهداف سياسية ولا دينية ولا اجتماعية؟ طبعا أبنائي وبنات الشطار هيعرفوا على طول كانت ليها أهداف سياسية، اللي هو إيه؟ القبض على زمام الأمور ووجود وحدة مركزية وقوية في البلاد في ذلك الوقت، لأنها إيه؟ كانت الوحدة التاريخية مش الأولى، كانت الوحدة التاريخية إن هي أولاد الثانية، فبالتالي لازم تكون يحكم السيطرة عليها، فكان اختياره لعاصمة البلاد في ذلك الوقت لازم يكون له هدف سياسي. وإحنا عارفين طبعا إن منف علشان إيه تبقى في اللي هو تربط بين الشمال والجنوب، لا هي في الدلتا ولا هي في الصعيد، لا دي في منف في جنوب جنوب القاهرة، اللي هي يعني مثلا لو عملت كده البحر الاحمر اسفل الدلتا وعملت كده النيل المنفى نلاقيها هنا، فاحنا هنلاقيها هنا، فانا محتاج ان انا ابسط سيطرتي على الشمال وابسط سيطرتي على الجنوب، فكانت اللي لازم تبقى اهدافي اولاد اهداف سياسيه، تمام؟
كمان سؤال عندي، الابتعاد عن التعصب. الابتعاد عن التعصب هدف من أهداف دراسة التاريخ، ويعني هذا إيه؟ حيادية المواقف، ولا الابتعاد عن الأنانية، ولا تقدير الآخرين، ولا الحرص على المصالح؟ لما أقول أبتعد عن التعصب، يعني أنا ما شوفش نفسي رقم واحد، يعني ما شوفش أنا الحضارة اللي هو اللي ما فيش غيرها، الحضارة اللي هي الوحيدة اللي في العالم. لا، العالم لم يقم على حضارة واحدة، ولم يقم على لغة واحدة، ولكن قام على تواصل حضارات. فلما ابتعد عن التعصب يبقى أنا بحقق هدف من أهداف دراسة التاريخ، اللي هو إيه يا أولاد؟ تقدير الآخرين أو احترام الآخرين. ولا نحن بنقول تأثير وتأثر، أنا أتأثر بمين وأؤثر في مين؟ فأكيد الآخر ده عنده حاجة أستفيد منها، يبقى احترام الآخر وتقدير الآخر، ده المعنى الحقيقي للابتعاد عن التعصب. ماشي يا شباب؟ كمان سؤال يقول لي أكثر أو أكثر الأنشطة الاقتصادية ارتباطا بتحقيق الأمن القومي المصري في عصر الدولة الحديثة. أنا بتكلم على إيه؟ نشاط اقتصادي. ونشاط اقتصادي يعني إيه يا شباب؟ يعني زراعة وصناعة وتجارة. طيب لما أقول أكثر الأنشطة الاقتصادية كانت مرتبطة بتحقيق الأمن القومي، بتكلم على الأمن القومي، على حماية البلد وعلى حماية حدودها وحماية استقرارها في الداخل والحفاظ عليها من أعدائها في الخارج. ده أكتر الأنشطة الاقتصادية ارتباطا بتحقيق الأمن القومي. وحدد لي بقى في عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة كان يطلق عليها اسم إيه يا شباب؟ مين يقول لي كده؟ برافو عليك، عصر المجد الحربي. طب الحرب ده أو العصر المجد الحربي، الناس اللي عايزة تحمي حدود البلاد وتحافظ على استقرارها، إيه أكتر نشاط اقتصادي مهم ليها في الفترة دي؟ برافو عليك، الصناعة. الصناعة طبعا مهمة، الصناعة سواء بقى صناعة السفن، صناعة الأسلحة، دي كلها داخلة في مجال أو في نشاط الصناعة. تمام؟ يبقى أكتر الأنشطة الاقتصادية ارتباطا بتحقيق الأمن القومي المصري هي إيه؟ الصناعة. تمام يا شباب؟ كمان سؤال، تعبر العمارة عن ثقافة الأمة وعن إمكانياتها الاقتصادية والبشرية. دي كده إيه عبارة؟ واللي في ضوء العبارة السابقة كان تقسيم الأحياء المدينة، أحياء المدينة السكنية في مصر القديمة على أساس إيه؟ يا ترى أحياء المدينة السكنية في مصر القديمة كان يقسم على أساس ديني ولا اجتماعي ولا سياسي ولا عسكري؟ طب قول لي العمارة تعبر عن ثقافة الأمة وعن إمكانياتها الاقتصادية والبشرية. طب هذه العبارة، في ضوء هذه العبارة كان تقسيم الأحياء أحياء المدينة السكنية في مصر القديمة كان يقسم على أساس إيه يا شباب؟ برافو عليكم، على أساس اجتماعي. وإحنا درسنا، طب حد بقى يسألني ويقول لي ليه يا مس على أساس اجتماعي؟ تناسي إن إحنا درسنا مساكن، المساكن في مصر القديمة كان عندي مساكن الأغنياء وعندي مساكن للطبقة المتوسطة ومساكن للفقراء وعندي مساكن لعلية القوم، طبعا القصر الملكي، وكانت تقسم الأحياء حسب هو إيه المستوى الاجتماعي في ذلك الوقت. تمام يا شباب؟ ناخد سؤال مقالي. سؤال مقالي بيقول لي في إطار ما درست استنتج العلاقة بين الزراعة وعلم الحساب في مصر قديما. ماشي، هنا في سؤال مهم قوي يا أولاد، يقول لك استنتج العلاقة بين حاجتين. تمام، أنا عايزاكم تفهموا السؤال ده إزاي عشان تعرفوا تجاوبوا. لو أنا في سؤال كده جالي بيسألني عن علاقة بين شيئين وأنا مش عارف أجيب الإجابة بتاعه، أعمل إيه عشان أجاوبه صح؟ أجيب الحاجة الأولى اللي بيربط بينها، يعني هو بيربط بين حاجتين، علاقة لازم تكون بين حاجتين. أجيب الزراعة دي وأعرف الزراعة دي كان إيه معناها، أو الشيء اللي بيسألني عنه هو إيه، وأبدأ أفكر فيه. وأجيب الحاجة التانية اللي عايز أعمل علاقة فيها بينها وبين الأولانية وأبدأ أفتكرها وأشوف إيه القاسم المشترك بينهم وأبدأ أعرف أسرد الإجابة بقى في الوقت ده. تمام؟ يبقى
في إطار ما درست استنتج العلاقة بين الزراعة وعلم الحساب في مصر القديمة. هنا بنقول إيه؟ المصريون القدماء استخدموا علم الحساب بما يخص الزراعة المصرية القديمة من حيث إيه؟ من حيث قياس فيضان النيل وتقدير الضرائب والمعاملات التجارية وحساب مواسم الزراعة. يبقى استخدم أو ارتبط الزراعة بعلم الحساب في الحاجات دي كلها. الحساب اللي هو أرقام ورياضية، بحسب بجمع وبطرح وبقسم، الحاجات دي كلها، الحاجات دي أنا استخدمتها في الزراعة في إيه؟ عشان أقيس فيضان، أعملنا مقاييس على نهر النيل عشان أشوف الفيضان السنة دي هيبقى عالي، هيبقى يعني شديد، أعمل حسابي بقى في حفر القنايات وحفر الجسور والترع علشان أهذب من اندفاعه، وكمان عشان أحسب الضرائب اللي هجمعها والمعاملات التجارية بقى اللي بتحصل أثناء البيع والشراء، وطبعا حساب مواسم الزراعة. تمام يا شباب، يبقى دي العلاقة اللي بين الزراعة وعلم الحساب في مصر قديمة. ناخد سؤال موضوعي هنا، يقول لي تطور بناء المقابر عند المصريين القدماء يرجع إلى أسباب. يا ترى احنا عرفنا ان المقابر في مصر القديمة مرت بمراحل، حفرة في بطن الأرض ثم تعلوها مصطبة أو مصطبتين، ثم الهرم المدرج زي هرم زوسر المدرج، ثم الهرم الكامل زي الأهرامات خوف وخفرع ومنقرة، ثم الحفر في الصخور زي وادي الملوك ووادي الملكات، وأشهر مقبرة محفورة في الصخور اللي هي مقبرة توت عنخ آمون. طيب هذا التطور يا أولاد اللي بدأ من حفرة وانتهى بالحفر في الصخور، هذا التطور كان يرجع لأسباب إيه؟ سياسية واجتماعية ولا سياسية وعسكرية ولا اجتماعية وثقافية ولا اقتصادية وعلمية؟ طبعا أنا عشان أعمل بناء وأعمل بناء ضخم زي الهرم المدرج أو الهرم الكامل أو أحفر في الصخور وأعمل مقابر بالروعة زي مقابر وادي الملوك وادي الملكات دي، لازم يكون عندي مورد اقتصادي. وطبعا مورد اقتصادي مش بس، وكمان معرفة علمية بالعلم البناء اللي هو زي الهندسة والحاجات دي كلها والمقاييس اللي أنا بعملها والحسابات اللي بعملها عشان أبني مقبرة بالعظمة والروعة زي مقابر المصريين القدماء. تبقى الإجابة عندي إيه يا أولاد؟ هذا التطور يرجع إلى أسباب اقتصادية وعلمية. لازم يكون عندي المورد إن أنا أقدر أعمل هذه المقابر العظيمة الجميلة المبهرة، وطبعا عندي علم إن أنا أعملها بهذه الدقة والروعة اللي احتفظت بيئة بنفسها عبر الزمان لحد وقتنا الحالي، وإن شاء الله تستمر إلى ما لا نهاية بإذن الله. طيب. هنا كمان سؤال يقول لي اعتمد اختيار الوزير في مصر الفرعونية في بداية ظهور المنصب على، احنا طبعا عرفنا أن الوزير اللي هو كان يعني الرجل الثاني في حكم مصر اللي هو بيساعد فرعون وهمزة الوسط بين فرعون وبين ما تحته من إدارة مركزية وحكام الأقاليم والشعب والحاجات دي كلها. فكان يا ترى اختياره في بداية ظهور المنصب أمتى، على إيه؟ كفاءة ولا قرابة ولا علم ولا حكمة؟ طبعا في بداية ظهور المنصب كان بيعتمد على القرابة، لازم يكون قريب الملك اللي هو من الأسرة الحاكمة أو الأسرة المالكة، كان من القرايب يعني. تمام، وده كان في عصر الدولة القديمة. ثم عندما تطورت الأمور في مصر وحصل نضج فكري ونضج سياسي، أصبح اختيار الوزير يقوم على الكفاءة، أهل الثقة وأهل الخبرة. يبقى كان في الأول خالص يعني ممكن أشيل القرابة دي وأقول أهل الثقة، أهل الثقة اللي هم مين؟ اللي هم القرابة. أو ممكن أقول أهل الخبرة أو أهل الكفاءة لو أنا قلت في عصر الدولة الحديثة أو في بعد كده في تطور الحياة في مصر القديمة. لكن أنا هنا بسأل على في بداية ظهور المنصب. بداية ظهور المنصب كان يعتمد على القرابة اللي هم أهل الثقة. تمام؟ أما بعد كده في عصر الدولة الحديثة وكده أصبح على أهل الخبرة أو أهل الكفاءة. تمام؟
يبقى شوف يا أولاد كلمة واحدة بتغير لي المعنى إزاي، يبقى ننتبه جدا ونقرأ كويس قبل ما نختار الإجابة بتاعتنا. سؤال كمان، ساعد تجمع المصريين القدماء في أراضي الوادي والدلتا في كل مما يأتي باستثناء، يعني كل اللي موجود صح ما عدا حاجة واحدة بس، ساعد تجمع المصريين القدماء في أراضي الوادي والدلتا في كل مما يأتي باستثناء إيه؟ ظهور الوحدة التاريخية، الاستثمار للموارد المتاحة، تكوين أول إمبراطورية مصرية، ولا مواجهة الأعداء؟ كل الإجابات دي إجابات صحيحة بالنسبة لساعة على تجمع المصريين في أراضي الوادي والدلتا، ما عدا حاجة واحدة بس، هي إيه؟ ممكن تكون إيه يا أولاد؟ تجمع المصريين القدماء في أراضي الوادي والدلتا ساعد على كل مما يأتي باستثناء حاجة، هي إيه؟ برافو عليك، تكوين أول إمبراطورية مصرية. المصريين القدماء لما جمعوا في أراضي الوادي والدلتا حصلت الوحدة التاريخية، وكمان استثمروا الموارد المتاحة، وكمان كانوا يد واحدة في مواجهة الأعداء. أما تكوين أول إمبراطورية مصرية دي حصلت أمتى؟ حصلت في الدولة في نهاية أو في بداية الدولة الحديثة، لما بدأ يعني يؤمن حكام مصر والشعب المصري بأن أمن مصر أمن قومي، ولازم حماية مصر تبدأ من الخارج وليس من الداخل، حمايتها من الخارج من الأعداء اللي ممكن يكونوا متربصين لها عبر الحدود. فبدأ يعمل عملية اتساع على أراضي مصر في ذلك الوقت، وحصلت أول إمبراطوريات في عصر الدولة الحديثة، والكلام ده كلامنا عليه باستفاضة أثناء ما كنا بنشرح هذا الجزء. تمام يا شباب، ناخد كمان سؤال. بدأ استخدام الآلات المعتمدة على الطاقة في العصور القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصرة؟ آلات معتمدة على الطاقة، يبقى على طول إيه يا أولاد؟ العصور الحديثة. تمام، يبقى العصور اللي هي طاقة الفحم وطاقة البخار والحاجات دي كلها، دي كلها من خصائص الدولة، من خصائص العصور الحديثة. تمام، العامل الأساسي الذي كان دافعا للمصريين القدماء على الاتحاد هو إيه؟ عندي عامل أساسي هو اللي جعل المصريين يعني يكون دافع ليهم على الاتحاد. هل نهر النيل ولا انبساط أراضي مصر أو انبساط أرض مصر، عدم وجود حواجز طبيعية، ولا كثرة خيرات مصر وخصوبة أرضها؟ طبعا كل الحاجات يا أولاد يعني صحيحة، ساهمت في اتحاد مصر، لكن أنا بسأل على العامل الأساسي، الشيء اللي لو ما كانش موجود ما كانش يحصل هذا الاتحاد. ايه هو العامل الاساسي؟ النواة الاساسية، البداية الحقيقية اللي خلت يكون في دافع للمصريين على الاتحاد هو ايه؟ طبعا نهر النيل. لولا وجود نهر النيل ما كانش حصل هذا الاتحاد. او واحد يقول الانبساط ارض مصر، طبعا انبساط ارض مصر سهل على التواصل بين ابناء شعبها من شمال للجنوب، لكن الاتحاد لا. تمام، عدم وجود حواجز طبيعية، لا طبعا انا مصر عندي حواجز طبيعية. تمام، عندي كثرة خيرات مصر وخصوبة ارضها، طبعا في خيرات وخصوبة ارضها والحاجات دي كلها، ودي كانت احد اسباب ايه يا اولاد الفوضى اللي كانت ممكن تحصل عندما يحصل ضعف للحكام، ويحصل عملية ايه؟ عملية استقواء بقى على الشعب وياخدوا خيراتهم، او الاعداء تيجي تهجم على الحدود عشان تستفيد من خيرات مصر. لكن العامل الأساسي اللي يكون دافع للمصريين على الاتحاد هو نهر النيل. نهر النيل اللي عمل الحاجات دي كلها، نهر النيل اللي عمل على التواصل بين أبناء مصر بين الشمال والجنوب، التواصل بينها وبين جيرانها من إفريقيا. تمام، طبعا نهر النيل وسهوله الفيضية، الأراضي الخصبة على جانبيه. تمام، وجود الزراعة واستقرار مصر القديم وبناؤه لحضارة تبهر العالم وما زالت تبهره. تمام يا شباب، أنا أخذ سؤال مقالي كمان. هنا يقول لي أيد تاريخيا مصداقية العبارة التالية، أيد تاريخيا مصداقية العبارة التاريخية أو العبارة التالية: جنى المصريون القدماء ثمار الثورة الاجتماعية في عصر الدولة الوسطى. احنا عارفين ان الثورة الاجتماعية قامت امتى؟ قامت في نهاية الدولة القديمة، قامت في نهاية الدولة القديمة، في نهاية الأسرة الكام؟
في نهاية الأسرة السادسة. فبنقول للمصر القديم هذه الثورة قامت في نهاية الأسرة السادسة واستمرت العصر الانتقال الأول اللي استمر من الأسرة السابعة للأسرة عشرة، وهي حصلت فيها الثورة الاجتماعية طبعا احنا درسناها، وهو أبناء وابناتي ممكن يرجعوا لها الحلقات اليوتيوب. اللي قامت ثورة اجتماعية نتيجة لضعف الحاكم وقتها بيبي الثاني، وزاد نفوذ حكام الأقاليم والأمراء وكبار الموظفين، فحصلت فوضى في ذلك الوقت. لكن الشعب المصري صار في جميع أنحاء مصر وبدأت تعيد السيطرة مرة أخرى على يد حكام الدولة الوسطى. عشان كده بنقول جنى المصريون القدماء ثمار الثورة الاجتماعية في عصر الدولة الوسطى. إزاي؟ نشوف الإجابة. حيث سعى ملوك الدولة الوسطى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامته من خلال من خلال إصدار تعليمات للوزراء تؤكد على ذلك. تؤكد على إيه؟ تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامته. وبدأ الملوك والوزراء وحكام الأقاليم، شايفين يا أولاد الملوك والوزراء وحكام الأقاليم إيه، يتفخرون بعدالتهم بين الناس. تمام يا شباب، يتفخرون بعدالتهم بين الناس. كل ده نتيجة إيه؟ الثورة الاجتماعية اللي حصلت في مصر في نهاية الدولة في نهاية الدولة القديمة، وتحولت الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة، إن الحاكم اللي زي ما ليه حقوق له واجبات. فبالتالي هذه الثورة الاجتماعية عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وعلى قيمة الفرد وكرامته. مش بس كده، بدأ الحكام سواء من ملوك أو وزراء أو حكام الأقاليم يتفخروا، وكان مدعاة فخر بعدالتهم بين الناس. تمام، ناخد سؤال. هنا الإجابة ظهرت على طول، معلش هنناقش برضو السؤال. ساعد مناخ مصر على نشاط الإنسان المصري القديم، وكان له أثر كبير على صناعة إيه؟ طبعا كل هذه الصناعات صناعات مصرية، يعني صناعات مصرية وقامت في مصر، لكن هي كان لها أثر كبير على صناعة التماثيل. ليه؟ أنا بتكلم يا أولاد على مناخ مصر. أكتر حاجة بتتأثر بالمناخ هي إيه؟ الحجارة، الأحجار، الصخور. ماشي، يبقى أنا عندي هي ساعد مناخ مصر على نشاط الإنسان المصري القديم، وكان لها أثر كبير على صناعة التماثيل. حافظ مناخ مصر المعتدل، مناخ مصر الجاف، حافظ على الآثار المصرية لحد الآن. وأهم وأكبر صناعة كان لها أثر كبير هي يا أولاد التماثيل. تمام، ناخد كمان سؤال. تمت أول محاولة في التاريخ للكشوف الجغرافية على يد اللي هي الأوروبيين ولا الإغريق ولا الفينيقيين ولا العراقيين القدماء؟ طبعا أول محاولة للتاريخ كشوف الجغرافية على يد مين؟ الفينيقيين، عندما استعان الملك نخاو الثاني بالفينيقيين لخبرتهم الواسعة بهذا المجال، وداروا حوالين إفريقيا زي ما تطرقنا لها لسؤال في بداية السيشن. تمام، دي كانت أول محاولة في التاريخ للكشوف الجغرافية، تمت على إيد الفينيقي. طبعا الحضارة الفينيقية دي هندرسها إن شاء الله بالتفصيل في الترم الثاني. تمام، من دوافع المصريين القدماء في تطوير الكتاب، احنا عارفين المصريين القدماء ان الكتابة المصرية القديمة مرت بعدة مراحل، الهيروغليفية والهيراتيقية والديموطيقية والقبطية. كان من دوافع المصريين القدماء في تطوير الكتابة، ليه كانوا دايما بيعملوا عملية تطوير للكتابة بتاعتهم؟ هل للتعبير عن المعاني التي يريدونها، ولا تسجيل النصوص الدينية، ولا السرعة والدقة في الكتابة والتدوين، ولا تسجيل تقدمه في كل المجالات؟ يا ترى ايه الدافع وراء تطوير الكتابة؟ كل فترة يحصل عملية تبسيط للكتابة وتطوير لها. برافو عليكم، لمزيد من السرعة والدقة في الكتابة والتدوين. وأول من عمل كده هم رجال الدين، قالوا للكتابة الهيروغليفية كتابة يعني بتستغرق وقت
كبير جدا في كتابتها، وصعب جدا، بيتبص فيها صعوبة كمان في تعلمها. فبدأوا يعني يبدعوا ويخترعوا كتابة أو تطور، يطوروا من كتابة الهيروغليفية اللي هي كتابة الهيراتيقية اللي هي كتابة رجال الدين، فيها تبسيط للحروف الهيروغليفية، تمام، يبقى للسرعة والدقة في الكتابة والتدوين، تمام. ناخد كمان سؤال. أصبحت طيبة مركز للإبداع الفني في عصر الدولة الحديثة، ويعود الفضل في ذلك إلى إيه؟ يا ترى هي طيبة كانت عاصمة من عواصم مصر القديمة، وكمان مركز للإبداع الفني في عصر الدولة الحديثة، ده يعود الفضل في ذلك إلى إيه؟ ازدهار الرسم والنقش، ولا توافر الأحجار والمعادن بها، ولا قربها من النوبة، ولا كونها العاصمة السياسية؟ برافو عليك، كونها العاصمة السياسية. ليه اخترت كونها العاصمة السياسية؟ لأن أنا هنا حددت لك في عصر الدولة الحديثة. كانت عاصمة مصر في عصر الدولة الحديثة هي إيه يا أولاد؟ هي طيبة، تمام؟ لما تكون المدينة هي العاصمة ففيها إبداع وفيها فن وفيها الحاجات دي كلها، كان ترعى الفنانين، يعود الفضل في ذلك إلى كونها العاصمة السياسية للبلاد في ذلك الوقت. ناخد سؤال كمان عن الكتابة المصرية القديمة، بيقول: أي من مراحل الكتابة المصرية القديمة تمثل صورة للتفاعل الحضاري بين الشرق والغرب؟ أي من مراحل الكتابة المصرية القديمة تمثل صورة للتفاعل الحضاري بين الشرق والغرب؟ يا ترى الهيروغليفية ولا الهيراتيقية ولا الديموتيقية ولا القبطية؟ الهيروغليفية ده خط المقدس، الهيراتيقية خط رجال الدين، الديموتيقية دي الكتابة الشعبية، القبطية دي اللي هي مزيج من الكتابة الديموتيقية والحروف الإغريقية، وبدأت تعرف بعد نهاية العصر الفرعوني وعند انتشار المسيحية في مصر. فلما أقول إن الكتابة مزيج من الكتابة المصرية اللي هي كتابة ديموتيقية وحروف إغريقية، تبقى هي إيه؟ صورة من صور التفاعل الحضاري بين الشرق والغرب، تبقى الكتابة إيه يا شباب؟ الكتابة القبطية، تمام؟ هنا عندي سؤال مهم برضو، يقول لي: أيقن ملوك الدولة الوسطى أن أمن مصر القومي مرتبط بمنطقة شمال السودان قديما، ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ هنا يا أولاد لما بيجي سؤال هنا ويقول لي: ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ بيسألني هل العبارة دي صادقة أم غير صادقة؟ لو هي صادقة بتقول لي الأسباب، لو هي غير صادقة بتقول لي غير صادقة لأنها كذا كذا. فكلمة ما تقييمك لمصداقية العبارة، فأنت بتحدد في الأول تقول هذه العبارة صادقة لأن الدليل عندي كذا وكذا وكذا. طب هذه العبارة غير صادقة لأن الدليل عندي كذا وكذا. يبقى أنا عايزة أبنائي وبناتي يلتفتوا لمعنى سؤال يجي لي بهذه الصيغة، يقول لي: ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ بيديني عبارة ويقول لي: هل هذه العبارة إيه مصداقيتها؟ هل صادقة أم غير صادقة؟ تمام؟ طب نرجع للعبارة الثانية، بيقول: أيقن ملوك الدولة الوسطى أن أمن مصر القومي مرتبط بمنطقة شمال السودان قديمة، إيه تقييمك؟ شوف الإجابة، وأقول له العبارة صادقة، ليه؟ حيث قام المصريين القدماء بالعديد من الحملات العسكرية، فين؟ إلى منطقة شمال السودان قديمة، وإنشاء العديد من القلاع والحصون الحربية لتأمين الحدود. كمان الملك سنوسرت الأول عمل على أو قام بتقسيم منطقة شمال السودان قديما إلى أقاليم إدارية شبيهة بالتقسيم المصري في وقتها، كمان عين حاكم عليها. كذلك عمل أفراد من شمال السودان قديما في الجيش المصري في إمارة طيبة، تمام يا شباب؟ أيقن يعني آمن بصدق، يعني بقى عنده إيمان واعتقاد راسخ
أن أمن مصر القومي مرتبط بمنطقة شمال السودان القديمة، تمام؟ يعني لحماية البلاد يا أولاد من الجنوب، تمام؟ العبارة صادقة لأنهم قاموا بالعديد من الحملات العسكرية فين؟ لمنطقة شمال، وأنشأوا العديد من القلاع والحصون. علشان تأمين إيه يا أولاد؟ تأمين الحدود. الحدود اللي هي الحدود الجنوبية، تمام؟ طيب، والدليل على كده كمان الملك سنوسرت الأول عصر الدولة الوسطى، سنوسرت الأول عمل على تقسيم السودان إلى أو شمال السودان إلى تقسيم إداري يشبه التقسيم المصري، وكمان أفراد من شمال السودان اشتغلوا في الجيش المصري في إمارة طيبة، تمام؟ هنا برضو سؤال، اكتشفت مقبرة أثرية كتبت على جدرانها كتابات وتعاويذ دينية، في ضوء العبارة السابقة كانت التعاويذ الدينية تكتب بالكتابة هي؟ هنا سؤال بيعتمد على الفهم يا ولد، هنا سؤال بيعتمد على الفهم، واحدة واحدة كده نفهمها بعض. يقول لي اكتشفت مقبرة أثرية كتبت على جدرانها كتابات وتعاويذ دينية، هل في ضوء هذه العبارة كانت التعويذ تكتب بكتابة هي؟ هيروغليفي ولا هيلاطيقي ولا دموطيقي ولا قبطي؟ قبطي مستبعدة. ليه؟ لأن القبطية زي ما شرحتها دلوقتي عرفت بعد عصر الأسرات وبمزيج من الكتابة الدموطيقية وحروف إغريقية. طيب الدموطيقية دي كتابة شعبية، كتبت بيها إيه يا أولاد؟ كتبت بيها اللي هي الشعبية، أي حاجة، وصلات، تجارة، المعاملات اليومية، تمام، وصلات البيع والشراء، أي حاجة خاصة، اسمها شعبية، أي حاجة تخص الشعب، أي حاجة معاملات تجارية، معاملات يومية، تمام؟ يبقى أنا عندي الإجابة هنا واقفة على هيروغليفي ولا هيراطيقي؟ الهيراطيقي خط رجال الدين، كتب عليه أكثر على البرديات، على البردي، على أوراق البردي. أما لو هقول أنا بقول هي مقبرة أثرية على الحجارة، يعني على جدران المعابد أو على جدران المقابر، يبقى على طول الإجابة عندي الكتابة الهيروغليفية. تبقى إيه يا أولاد؟ الكتابة الهيروغليفية اللي هي اللي اسمها الخط المقدس، الخط المقدس. ما دام بقول تعاويذ أو حاجات دينية ومكتوبة على حجر، تبقى الكتابة اللي كتبت بيها هي إيه؟ كتابة الهيروغليفية، الخط المقدس، تمام يا شباب؟ شفتوا عرفنا نجيب الإجابة إزاي؟ ناخد سؤال كمان. نقل أمين حتب الرابع العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون. تعرفين أمين حتب الرابع أخناتون نقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون، دي العاصمة اللي عملها. هو قال هو دعا إلى عبادة أتونية ورمز ليه قرص الشمس، وأخذ إله له لدعوته أتون، ونقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون، عمل عاصمة دينية أو عاصمة جديدة هي سماها أخيتاتون. طب ليه عمل الحركة دي؟ ليه نقل العاصمة من مكان لمكان؟ هل يطلع لأسباب دينية أو سياسية ولا اجتماعية واقتصادية، ولا اقتصادية أو سياسية، ولا سياسية واجتماعية؟ طبعا أبناء الشطار هيعرف يجاوب على السؤال ده بسهولة. أنا عندي هنا دعوة دينية هيبقى دينية، وهو حاكم هتبقى الإجابة إيه يا أولاد؟ دينية وسياسية، ملاش علاقة بالاجتماعية والاقتصادية، ولا اقتصادية وسياسية، ولا السياسية والاجتماعية، لكن لها علاقة بالدين والسياسة. هو له دعوة دينية وهو حاكم في نفس الوقت، تبقى الإجابة إيه؟ دينية وسياسية، تمام؟ من أهم القيم التي يمكن اكتسابها من الأحداث التي عقبت دعوة إخناتون الدينية، أنا بتكلم على القيم، إيه أهم القيم اللي يمكن اكتسابها من الأحداث التي عقبت دعوة إخناتون الدينية؟ طب يا ترى أنا عايزة أفتكر أول، إيه الأحداث اللي عقبت دعوة إخناتون الدينية؟ هل كانت أحداث فيها استقرار؟ هل أحداث كانت فيها أمن؟ ولا أحداث حصلت عنها فوضى؟ أحداث حصلت عنها فوضى، لأن أخناتون أو أمين حتب الرابع فرض دعوته بالقوة، تمام؟ وعمل عداء بينه وبين كهنة آمون،
وبينه وبينه كبار الموظفين والأمراء اللي حوله، لأنه لم يدعو، كانت دعوته صادقة، كان آمن بها دعوة صادقة، لكن فرضها بشكل أو عرضها بشكل فيه قوة وعنف، ولذلك قابلها الجميع بالصد. وعقبت هذه الثورة فوضى إلى أن جاء حور محب وأعاد قبضة زمام الأمور بسلطة القانون. طيب هنا بقى نرجع لسؤال، واللي من أهم القيم التي يمكن اكتسابها من أحداث التي عقبت دعوة إخناتون الدينية إيضا؟ الحكمة في إقناع الآخرين بأفكارك، ولا الحزم في اتخاذ القرارات، ولا الدفاع عن أفكارك بالقوة، ولا الأمانة في العمل؟ طبعا من خلال اللي أنا عرضته دلوقتي بشكل مختصر عن الثورة الدينية وما أعقبها، طيب الإجابة بتاعتها إيه يا أولاد؟ برافو عليك، الحكمة في إقناع الآخرين بأفكارك. أنت نيتك سليمة ودعوتك صادقة، فادعو بالتي هي أحسن، ما تدعوش الناس بالقوة، لكن ادعوهم بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني اللسان الحلو في حرض أفكارك، تمام؟ كسب القلوب أهم يا أولاد، كسب القلوب بيؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى احترام العقول وإقناع الآخرين به. يبقى أنا عندي من أهم القيم اللي يمكن اكتسابها من الأحداث الأعقاب الدعوة إخناتون، نتعلم الحكمة في إقناع الآخرين بأفكارنا، تمام؟ هنا برضو سؤال مهم يقول لي، يمكن دراسة تاريخ أهرامات الجيزة التي بنيت في الأسرة الرابعة من خلال برضية إبرس، ولا صلايت نعرمر، ولا كتابات هوميرس، ولا حجر بلر؟ ما دامي بتكلم على الدولة القاضية، يعني اللي هو عصر تاريخ أهرامات الجيزة، يعني الدولة القديمة، يبقى على طول الإجابة بتاعتي أبناء الشاطرين اللي مذاكرين هيقولولي على طول حجر باليرمو، لأن حجر باليرمو سجل الأحداث التاريخية من عصر ما قبل الأسرات لحد الأسرة الخامسة. وطبعا أهرامات الجيزة دي كانت في الدولة القديمة، يعني كانت من أسرة 3 للأسرة 6، يبقى اللي حقها مين؟ حجر باليرمو، دون عليها أهم الأحداث، تمام، اللي موجودة في ذلك الوقت. ناخد كمان سؤال، النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الوضع الاقتصادي، بتكلم دلوقتي على الوضع الاقتصادي للحضارات القديمة من خلال ايه؟ بتكلم على الوضع الاقتصادي، النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الوضع الاقتصادي، هي ترى من الرموز والأشكال المرسومة عليها، ولا صورة الحاكم، ولا المادة المصنوع منها، ولا طبيعة الألوان؟ السؤال ده جميل قوي، هقول لكم ليه. لو أنا هتكلم عن النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الوضع الاقتصادي، يبقى على طول المادة المصنوع منها. لو المادة المصنوع منها العملة مادة قيمة، أعرف على طول الوضع الاقتصادي عالي. لو العملة دي مصنوعة من الذهب، أعرف إن الوضع في البلد مرتفع. لو معمولة من النحاس أو من معادن قليلة القيمة، يبقى أعرف إن الوضع الاقتصادي مش ولا بد في هذا الوقت في هذا المكان. طب لو أنا قلت النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الفن، على دراسة الوضع الفني أو على دراسة الفن للحضارات القديمة، يبقى أنا أختار إيه أولاد؟ الرموز والأشكال المرسومة عليها. طب أنا لو قلت النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الوضع السياسي أو نظام الحكم للحضارات القديمة، يبقى أقول صورة الحاكم المرسومة عليها. ليه؟ لو الحاكم المرسوم عليها كان ملك، أعرف إن البلد ملكية. لو أمير، أعرف البلد إمارة. لو هو وزير، يعني لو هو نظام تاني، يبقى اعرف نظام جمهوري. طبعا لو انا اتكلم على اي على زمن حديث مثلا، يعني في صورة الحاكم بتشير الى الوضع السياسي. طيب النقود والمسكوكات دراسته يعني تساعد على دراسة مثلا ايه؟ مدى التقدم العلمي للحضارات القديمة من خلال طبيعة الالوان المستخدمة فيه في الرسم. طبيعة الالوان جميع، تمام يا شباب؟ يبقى الأربع حاجات دول ممكن يجي عليهم أربع أسئلة. أنا بتكلم على الوضع الاقتصادي، يبقى المادة المصنوع منها. لو هتكلم على الوضع السياسي، يبقى صورة الحاكم. لو أنا هتكلم على الفن، يبقى الرموز والأشكال المرسومة عليها. لو أنا هتكلم على العلم، يبقى طبيعة الألوان. تمام يا شباب، شوف كلمة واحدة تغير لي اختيار السؤال. ناخد كمان سؤال مقالي، كانت طيبة عاصمة للوطنية والجمال على مر تاريخ مصر القديم،
في ضوء ما درست فن العبارة تاريخية. احنا خدنا السؤال ده قبل كده بس هناخده في شكل تاني في شكل مختلف عشان بس اقول لك ايه، انا دايما بجيب لكم اسئله فيها تشابه شويه في 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 المطلوب او تشابه في الصياغه ذات نفسها علشان اوصل معاك لنقطه. مش عايزك تتحول من حفظ الماده بالنظام القديم لحفظ الاسئله، مش عايزك تحفظ الاسئله، ما تقولش انا حفظت 100 سؤال، ولكن افهم السؤال بيجي ازاي وافهم هو طبيعته ايه وعايز منك ايه. الفهم ذات نفسه هيخليك تختار الاجابه الصحيح. هنا بيقول لي في ضوء ما درست فند، فند العبارة تاريخية. فند يا أولاد معناها فتش على هذه العبارة، يعني فت يعني يقول أيد بالأدلة مثلا، قول لي الدليل. فند يعني هات لي، يعني فتش على صدقها، فتش على الأدلة اللي تثبت صحة الكلام ده، اللي هو إيه؟ كانت طيبة عاصمة للوطنية والجمال على مر تاريخ مصر القديم. أيوة يا سيدي، عاصمة للوطنية إزاي؟ حيث قام أمراء طيبة بحرب التحرير عام 1571 قبل الميلاد ضد الهكسوس لاسترداد حرية مصر اللي انتهت بهزيمة الهكسوس وطردهم خارج البلاد. دي كده إيه يا أولاد؟ عاصمة للوطنية. هنا بيقول لي عاصمة للوطنية والجمال، أنا دلوقتي كنت جبتها في سؤال سابق قبل كده. أما كونها عاصمة للجمال ففي عصر الدولة الحديثة كانت طيبة مركز للإبداع الفني وازدحمت بالعمال المهرة والفنانين بالجانب الغربي للمدينة. لكن يا أولاد الإجابة بتبقى إزاي والسؤال بيجي إزاي؟ نركز قوي. التاريخ ممتع وتاريخ مصر القديمة أكثر إمتاعا، فإحنا نستمتع وإحنا بنذاكر، تبقى إجابتنا في محلها ومحطوطة في شكل يدل على مدى فهمك وحبك للمادة. تمام كده عرفنا الإجابة بتاعتنا. ناخد كمان سؤال. سطر المصريون القدماء بأفكارهم وسواعدهم حضارة عظيمة فتميزت به القدم والاستمرارية ولا التقدم والأصالة. لما بقول سطر المصريون القدماء بأفكارهم وسواعدهم، حاجة حصرية قام بها المصري القديم، يعني ما قلدهاش، ما حصلش عملية تأثير وتأثر من جيرانه، ولكن كانت حضارة هو اللي عمل، هو يعني أول من عملها حصرية عليه بتاعته. يبقى دليل على ايه يا اولاد؟ دليل على الأصالة. الأصالة هنا معناها التفرد بالشيء، هو صاحب الشيء، هو صاحب الشيء. فدليل على الأصالة معناها ان دي بتاعته، دي الأفكار دي بتاعه المصري القديم، هو اللي عملها، يبقى دي دليل التفرد او دليل الأصالة. حرص المصريون القدماء على السيطرة على سوريا لتحقيق اهداف اقتصادية ولا دينية ولا أمنية ولا اجتماعية. طبعا أبنائي وبناتي، خلال الأسئلة اللي أنا قلتها لكم إن مصر القديم توسع خارج حدوده وخصوصا بعصر الدولة الحديثة للحفاظ على الأمن القومي لمصر، لأن الدفاع عن مصر يبدأ من الخارج واستقرار مصر يبدأ من الخارج لحماية البلاد من الداخل، يبقى طبعا لأسباب أمنية. سؤال كمان. قامت الدولة في مصر القديمة بتقدير العلماء من خلال منح شهادات تقدير ولا جعل قدوة طلابه ولا الإحفاء من الضرائب ولا المشاركة في مجلس الفرعون. طبعا احنا درسناها قبل كده ودي إجابة بسيطة قوي، هي الإحفاء من الضرائب. أطلق المصريون القدماء على مراكز البحث العلمي بيوت الحياة، يدل ذلك على التقدم العلمي عند المصريون القدماء ولا اهتمام الدولة بالعلوم المختلفة ولا ارتباط العلوم بالدين ولا إدراكهم أهمية العلم في حياتهم. لما أقول إن مركز البحث العلمي ده أطلق عليه اسم بيوت الحياة، يدل على إدراكهم لأهمية العلم في حياتهم، إدراكهم على أهمية العلم في حياتهم. كمان سؤال. المواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط ترجع إلى براعته في علم الطب ولا الكيمياء ولا الفلك ولا الفيزياء. علم، أنا عندي مواد استخدمها في علم التحنيط، أعشاب مثلا، خلطات معينة، أعشاب، حاجات معينة، على طول علمي يا أولاد، علم الكيمياء، بعلم الكيمياء في الأدوية، يعني في تطور في الأدوية، علم الكيمياء في علم التحنيط، في عملية التحنيط قصدي، علم الكيمياء في الرسوم والأصباغ والألوان، يبقى علم الكيمياء متعدد ومتشعب في استخداماته عند المصري القديم. ناخد كمان سؤال مقالي. ما العلاقة بين توسعات الملك تحتمس الثالث وعلاقات مصر الخارجية؟
تحتمس الثالث عصر الدولة الحديث عصر المجد الحج وعلاقات مصر الخارجية. توسعات الملك تحتمس الثالث كانت سبب في تدعيم النفوذ المصري في آسيا، خاصة بعد هزيمة أمراء آسيا بزعامة أمير قادش بسوريا في معركة مجدو، وعمل على إنشاء روابط اجتماعية وثقافية مع بلاد آسيا. كل ده أدى إلى دعم علاقات مصر الخارجية. شايفين السؤال بيقول لي إيه؟ زي ما قلت لكم سؤال العلاقة، العلاقة بين حاجتين، بين توسعات تحتمس الثالث وعلاقات مصر الخارجية. تحتمس الثالث كان سبب في تدعيم النفوذ المصري في آسيا بعد هزيمة أمراء آسيا بزعامة أمير قادش أمتى يا شباب؟ في معركة مجد، وعمل على إنشاء روابط اجتماعية وثقافية. هذه الروابط الاجتماعية والثقافية عملت مع بلاد آسيا، عملت على دعم علاقات مصر الخارجية. طبعا ده عكس مين؟ عكس أمل حطب الرابع، عكس إخناتون. بسبب إخناتون واهتمامه بالدعوة الدينية بتاعته أو الثورة الدينية بتاعته واللي حصل وما عقبها من فوضى، فقدت مصر كثير من أراضيها وأمنها الخارجي وخاصة في آسيا. يبقى تحتمس الثالث عمل على دعم النفوذ المصري في آسيا ودعم علاقات مصر الخارجية، تمام؟ أما أمنحتب الرابع وإخناتون فقدت مصر من خلاله أجزاء كبيرة من أرضها، فقدت كمان معها استقرارها في ذلك الوقت، تمام؟ بنخلي بالنا من أسئلة العلاقة وأسئلة وجه الشبه ووجه الاختلاف. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا من حصة مراجعة ليلة امتحان مادة التاريخ. أتمنى لكم كل التوفيق وكل الأمنيات الجميلة اللي تحققوها إن شاء الله في امتحان مادة التاريخ وفي جميع الامتحانات اللي هتدخلوها إن شاء الله ابتداء حسب ما انت هتمتحنه سواء من الغد أو من الأسبوع القادم. أتمنى منكم دراسة متأنية، مذاكرة متأنية، ما تخافوش ولكن افهموا كويس. انتوا ذاكرتوا كويس طول السنة ان شاء الله هيكون اختياراتكم صحيحة في أثناء الامتحان. أتمنى لكم كل التوفيق، واستودعكم الرحمن الذي لا تضيع أمانته، وفي انتظاركم في الفصل الدراسي الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.